300 مؤسسة تم الاختيار متاعهم بعد طلب عروض، شاركوا فيه 250 مؤسسة. الهدف هي دعم المنشآت هذوما، المؤسسات الصغرى والمتوسطة، باش تكون تواكب التطور التكنولوجي، باش تطور التشغيل، باش تطور التسويق متاعها، رقم المعاملات متاعها. التقييم متاع التجربة هذه 80% من المؤسسات نجحت في أنها تحسن في المردودية متاعها، نجحت بأنها تتجاوز الصعوبات اللي مرت بها، بما أنه البرنامج هذايا كان في وقت صعيب بالنسبة للمؤسسات هذوما، بما أنه جاء بعد الكوفيد، معناتها كانت تجربة خاصة. الحاجة الباهية المؤسسات هذو من كل مكثرهم عندها شباب، هو اللي حامل المشاريع هذه كله طموح، والتجربة هذه الخاصة متاحة أنهم يعملوا مساندة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات متاع المؤسسات، حاجاتهم الخصوصية بالنسبة للقطاع، بالنسبة للتركيبة متاع المؤسسة متاعهم، بالنسبة لطموحاتهم.